برحب بحضراتكم. والفقرة الأخيرة اللي بتكون كل فترة معانا في الأسبوع بتبقى فقرة مهمة اللي احنا بنتكلم فيها عن مجال مختلف للصحة العامة. النهاردة هنكون حريصين ان احنا نتكلم أكتر عن فكرة هنا يعني الدايت وإيه الحاجات اللي ممكن ان احنا نعملها علشان نخس، بس نخس بشكل سليم وما نرجعش تاني نزيد في الوزن، وفي نفس الوقت ما حدش يجي يقول لنا هو أنت مالك شكلك عيان ولا إيه، أنت بتسمعها كتير قوي صح ولا إيه؟ طبعا. خلينا نرحب بضيفتنا العزيزة جدا دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه، منورانا اول مره معايا. انا هوندو على كل متابعين قناه الاهلي. بصي هم متابعين كتير واسئلتهم كتيره ومهمه، وملف النهارده في غايه الاهميه اللي احنا بنتكلم عن التغذيه والصحه وازاي اخس بشكل سليم. ناس كتير جدا بتلجا لاساليب مختلفه للاسف الشديد بتبقى يا مش صحيه يا بترجعهم زي ما كنت بقول في الوزن بسرعه شديده جدا. مظبوط. نبدا من النقطه دي عشان نخش بعد كده ايه الاساليب ممكن نتبعها. طيب يعني زي ما انت عارفه كل سنه وانت طيبه، خلاص احنا اعياد وصيف ومصيف وهنفطر فته وهنفطر كبده وعيش كل حاجه بالظبط كده، وللاسف هيبقى الميكس الفظيع بين اللحوم والدهون والنشويات الكارثه الكبيره. يعني احنا عارفه النصيحه البسيطه اللي عايزه اقولها سريعا النهارده، لو احنا اكتفينا بالبروتين حتى لو كان فيه دسم يا نهوان وجينا على حته النشويات احنا هنطلع من العيد في امان تام. يعني دي نصيحه بسيطه جدا، نبعد عن النشويات. يعني احنا لما يبقى في عندنا عيد او مناسبه فيها حاجه معينه مميزه سواء كحك سواء بروتين حاجات فيها حاجه معينه مميزه، ركزوا في الحاجه دي بس ما تخلطوهاش مع الحاجات التانية كده هنطلع بامان. أوكي. لكن طمعنا وعايزين ناكل كل حاجه في الدنيا صدقوني الموضوع مش هيعدي. طب الفته ممكن نعوضها بعيش سن مثلا ولا ما اعرفش تتعمل اصلا؟ بصي ممكن جدا وكل حاجه، بس انا بنصح الناس بما ان ده عيد اللحمه فكل الحاجات متاحه. يعني الناس بتفطر تقريبا وتتغدى وتتعشى. اللحوم دي ممكن نكتفي ان احنا ناكل اللحوم بكل اشكالها، مش لازم الفته. يعني لو هي هتقف قوي ناكل الفته بعد العيد، مش لازم. أوكي. في العيد. أوكي. يعني الفته موجوده على طول. بس اللي انا عايزه اقوله يا نهاوند ان احنا بنحتاج حاجه مساعده. حاجه مساعده ازاي؟ حاجه تخليكي مش محرومه، مش حاسه ان انت ممنوع اكل ده وممنوع اكل ده، لان للاسف دايما الممنوع مرغوب عند كل الناس. صحيح. كبار وصغيرين. فانا عايزه اتكلم النهارده عن حاجه وسيله سحريه بس طبيه في نفس الوقت. وهي بيستا. بيستا من الحاجات اللطيفه جدا، منتج امن مرخص من وزاره الصحه، ميزته انه الياف طبيعيه، قوة ثلاثية من الشوفان، ردة القمح، وقشور السيليوم عالية الجودة. دي هتعمل ايه يا نهاوند؟ لما ناخدها على كوباية من المية او اللبن او العصير اللي مفهومش سكر او دهون، هتاخديها قبل اي وجبة. احنا خلاص في العيد اهو، هنصحى نفطر هنتغدى هنتعشى، ناخد بقى قبل كل الوجبة بنص ساعة. اوكي. هو يعني كل الوجبات تقيله. كل الوجبات في العيد هي بصراحه ما فيش وجبه هتبقى كل وجبه هتبقى تقيله. مظبوط كده. فلو خدنا كوبايه عليها كيس من البيستا ده هيكون بمثابه ان انت عملتي بالون جوه جسمك. فبالتالي قدرتك على الاكل، كنت هتاكلي بقى الناس اللي هتاكل فته هتاكل طبق كبير من الفته مع حاجات تانية، لا الوجبه هتنزل للربع وممكن للنص. حلو على جدا. حسب. طب هل ممكن اخده لو انا جعانه؟ يعني بمعنى انا مش هاكل. أوكي. بس انا عايز اخده عشان يملالي معدتي، هل ده ممكن؟ جدا جدا جدا. عايز اقول لك بقى ده الفيدباك او ردود الافعال اللي بسمعها من العيانين بتوعي اللي ماشيين عليه. انا بقول لها خديه قبل الوجبه بنص ساعه زي ما اتفقنا. هو عشان زي ما انت قلتي حسس بالشبع والامتلاء، بتقولي انا كنت هتغدى مثلا خدته 2:30، هتغدى مع جوزي ولادي لما يرجعوا من المدرسه الساعه 3 3:30. بتقولي حطيت الغدا بحس ان انا الساعه 3 ده انا مش قادره اكل، عندي شعور بالامتلاء جامد جدا. بتقولي ما باكلش قبل 5، فعدد وجباتها نفسه قل، فهو ادى للي انت بتقوليه بالظبط. حلو جدا. طيب لو رحت معاكي لمشكله برضو وازاي ممكن نعالجها، فكره هنا الحرق اللي بيكون مش مضبوط، وفي نفس الوقت اللي هو بيبقى في ناس عندها خلل في نقطه. مزبوط. الحرق. مزبوط. فبرضو يلجأوا البيستا از يعني زي ما بتقال الحل الامثل. بالظبط. ليه بقى؟ لان احنا بيستا مش بس مكون من 3 انواع الياف، مكون من 3 مواد تانيين هما دورهم الاساسي زي الكروميوم اللي هو تركيز 500 ملي جرام. وده رقم كبير جدا يا نهوان. ده بيعمل ايه بقى؟ بيقلل امتصاص جسمك للنشويات. يعني انت دلوقتي هتاكلي وجبه زي ما احنا مركزين على الفته والحاجات دي عشان العيد، هتاكلي وجبه فيها رز وعيش، جسمك نفسه نتيجه بيستا قلل امتصاص النشويات اللي خدتيها من الوجبه، فده اول دور. حفز افراز الانسولين اللي بدوره هيعمل ايه؟ هيحرق اكتر الدهون والنشويات او المخزون من الدهون الموجود في جسمك. الحاجه الثانيه في فيتامين سي بتركيز 30 ملي جرام. طب ده دوره ايه يا نهاوند في الموضوع ده؟ الدهون بقى اللي متخزنه في جسمنا، يعني كل واحد عنده دهون في منطقه الارداف، منطقه البطن، كل واحد عنده دهون في منطقه معينه. أيوة. في جسمه.
هيشتغل على الدهون دي انه ياخد الدهون اللي متخزنه عندك في الخليه ويستخدمها كوقود للحرق. لا ثانيه واحده، عشان ده كلام مهم قوي. ده في ناس بتروح الجيم عشان تخس من اماكن معينه بالزبط. ما بتعرفش، لان الجيم بيخليكي تخسي كله بالزبط. الدايت العادي بيخليكي تخسي كله. مظبوط. فدكتور ريهام بتاكدي ان بيستا ممكن ان انا اخده هو بيشتغل تلقاء نفسه على الاماكن اللي فيها دهون بشكل اكبر. بالظبط كده. ده سحر كده فعلا. اه سحر بس بطريقه علميه. يعني ايه؟ يعني انا بدل ما اروح اعمل اجهزه، عايزه اقول لك مش بس الرياضه يا نهاوند، الاجهزه الناس بتروح تدفع فيها ارقام كتير جدا. انا بشوف ان ده وهم، غير نوع معين من العيانين، عشان نبقى برضو يعني مش بناكد الاختراع بتاع الاجهزه، مش هو يعني هو معمول ري شيبنج. يعني انت حد بالظبط وصلتي للوزن المثالي تماما تماما، ورايحه بقى تعملي فاين تاتش للاماكن اللي لسه فيها مشكله بعد ما وصلتي للتارجت بتاعك. فهو ميزه بيستا زي ما قلنا انه بيشتغل على الخلايا، ان هو بياخد الدهون يحولها كمصدر للطاقه. طيب طبعا واخد ترخيص من وزارة الصحة، لأننا بنأكد على كده. المنافذ البيع موجودة اللي هي بنعرضها، والتليفونات اللي هي الأرقام على الشاشة، والصورة موجودة قدام حضراتكم تاني، عشان ده بقى موضوع بيضايقني أنا شخصيا، وعلى كل البرودكتس اللي هي بتبقى أصلي، يجي بعد كده حد يبيعها لك في أماكن تبقى سعرها 500 جنيه يبيعها لك ب 50 جنيه، وفي ب 5 جنيه. بالظبط. ليه سهل قوي أنا هودي حاجات تعملي يعني نفس شكل الباكج اللي هي احنا اللي طلعنا بتطلع على الشاشة. أعتقد أهو خلينا نركز يا جماعة بليز في الشكل، لان محدش يروح يتضايق يقول لك ده المستورد وده المحلي ده اللي مش، لا الشكل هو منتج واحد ملوش بديل. بالظبط. هو نوع واحد بيتباع في الصيدليه نهاوند، او من خلال الارقام اللي ظاهره فقط على الشاشه، لان الارقام دي اللي زي ما قلنا هنضمن ان احنا بناخد المنتج ده اللي هو مرخص من وزاره الصحه. كويس جدا. طيب ممكن دلوقتي حد من الساده المشاهدين يكون بيتابعني يقول لي انا سمعت عن المكملات الغذائيه دي، وسمعت عن انواع كثيره جدا اللي هي الحاجات اللي بتساعد على يعني قفل الشهيه بمعنى اصح، ايه اللي يميز بيستا عن اي حاجه او اي منتج اخر؟ طيب بيستا اللي يميزه ان زي ما قلت هو فيه قوتين ثلاثيه، القوه الاولى وهي الالياف وجودتها عاليه. مش بس كده، خلي بالك برضو في بعض الناس يا نهاوند الالياف بتعمل لهم مشاكل، بيحسوا بانهم عندهم امساك اكتر، بيتعبوا. ميزه بيستا بقى الرائعه جدا جدا انه الالياف بتاعته، انا عندي بعض العيانين بستخدمها كوسيله لان احنا تحفز الجهاز الهضمي والامعاء، وناس اللي بتعاني من الامساك المزمن والانتفاخات والقولون العصبي، عايزه اقول لك ان في ناس بقت بتستخدمه من اجل علاج القولون العصبي. تخيلي، مش بس ان انا بستخدمه كماده مالئه، لا ده بيحسن حركه الامعاء وامتصاص الفايده اللي في الوجبه اللي انت بتاكليها. يعني أوكي. مش بس انت بتخسي، دايما الشكوى العامه يا نهاوند ايه؟ انا بخس ماشي على دايت، ابتدى شعري يضعف، ضوافري، بشرتي، بقيت تعبانه وعندي حاله من الاعياء عشان انا باخد سعرات قليله. لا ده انت بتاخدي حاجات بتديكي طاقه عاليه، لانه خد الدهون الموجوده في جسمك حولها وقود. فانا زودت الانرجي بتاعتك، فانت بتاخدي منتج بيخسس الانرجي بتاعتك كويسه. بتاخدي فيتامينز، ودي الجزء المكمل معايا في بيستا هو قلب مالتي فيت فيتامين، ده بتاخديه مع الكورس. ليه؟ عشان كل ما ينقصك من فيتامينز، فيتامين دي، زنك، ماجنيزيوم، بي كومبلكس، بالظبط كل ده، كل بقى ده اللي انت عارفاه، وناس كتير كل واحد بياخد حاجه واحده بس، احنا جمعنا كل ده في قلب مالتي فيت عشان تخسي وفي نفس الوقت كل الفيتامين بتاعتك. حلو جدا. يبقى الاثنين بيكملوا بعض. بس خلينا قبل ما نروح للنقطه دي، عندي كذا سؤال في الشق ده، نروح نشوف حاله، لان حلو جدا ان الواحد يشوف بعينيه. يعني مهما الواحد اتكلم، انما لما اشوف على الارض ده واقع او لا، تالي بقدر ان انا اخد قرار. تعالوا نروح نشوف ايه هي. ايه دلوقتي حاله مجربه هذا المنتج اللي هو بيستا، ونشوف حصل معاها ايه بالظبط، وخست ولا لا، ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح، فكان لذيذ. يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا.
طيب دي كانت حالة موجودة وهي بتتكلم بنفسها قد ايه قدرت ان هي تخس وازاي المنتج اثر معاها بشكل ايجابي. انا بقى عندي سؤال دكتور ريهام، لو احنا هنتكلم بالشهر بيستا ممكن ينقص في الوزن بالنسبة للرجال قد ايه تقريبا في الشهر وللسيدات؟ وانا هسألك هنا هكمل سؤالي، اقول لو انا ما بمارسش رياضة خالص وما بتحركش معاها حلو السؤال بالطريقة عشان احنا معظمنا كده لا يعني. عايز اقول لك كمان السؤال انت حطيتي فيه كذا نقطة مهمين جدا، انت فرقتي بين الراجل والست ودي نقطة مهمة جدا جدا على فكرة، وان انا اسلوب حياتي شخص ما بتحركش بعمل حاجة انا بحب الكنبة بقى. انا بحط رينج دايما، بنقول ان احنا بصي احنا دايما ما بنقيس نتيجة حاجة بنقيسها بعدد كبير من الحالات، فاحنا بنحط متوسط الأبريج. زي اي حاجه زي حتى الوزن المثالي ليه متوسط، كل حاجه في الدنيا ليها متوسط، فاحنا بنقول من 8 ل 12 كيلو بيتتوقف على ايه. انا راجل ولا ست؟ خلي بالك الرجاله ما شاء الله ما شاء الله، يعني يا جماعه احب اقول لهم استخدموا بيستا بكل ثقه، انتوا ممكن تخسوا فوق ال 12 كيلو لان هم ما شاء الله عندهم الكتله العضليه دي مكنه محرقه موجوده في جسمهم خلقه ربنا، حتى لو انت مش بتروح جيم هي تكوينك الجسماني. يعني بيجي لي واحد ومراته الاثنين مثلا في رينج ال 80، هو يجي خاسس في الاسبوع 5 كيلو هي ممكن خاسه 2 كيلو، ليه؟ رغم ان هم ملتزمين ممكن تكون هي بتاكل اقل منه لكن هم ما شاء الله العضلات عندهم بتحرق جامد جدا. فانا عندي بعض الرجاله خاسوا 15 وممكن كيلو. كمان يبقى مفيد للرجاله اللي عندهم كرش لان منطقه الكرش عليها دهون كبيره بالظبط كده، وكتير اسئله من الساده المشاهدين بيجوا لنا على منطقه الكرش تحديدا بالظبط كده. عايز اقول لك بقى حاجه، ان دهون منطقه الكرش بالذات من الدهون اللي هي العنيده او المقاومه، فبيستا من الحمد لله عشان زي ما قلت لك هو اصلا في الكروميوم والالكارنيتين بنسب عاليه فبتشتغل على العضل وفي نفس الوقت حرق الدهون الموجوده في الخلايا المقاومه للحرق. كويس جدا. بس بتتكلمي عن السيدات من تقريبا افريج 8 كيلو والرجاله 12، هنقول ان الستات في الرينج الاقل، بس لو انت سيده بقى ولا ولو على فكره ان هوند لو انت بتمارسي رياضه، يعني لو انت شخص ابتديتي تمارسي بالليفل البسيط اللي هو من 2 ل3 مرات اسبوعيا نص ساعه تمشيه حاجه كارديو يعني عجله او حاجه زي دي، لا هتجيبي نتائج عاليه زي الرجال لو انت بتروحي الجيم. ده احنا لو تمشينا في البيت احنا بنقعد ننادي على بعض عشان نجيب عشان يجيبوا لنا كوبايه ميه. طيب نرجع للميكس او الربط ما بين الف مالتي فيت وبيستا، وازاي ده ممكن يكون مكمل ده؟ لان طبيعي ممكن الناس وهي بتخس بتفقد بعض العناصر الغذائيه او الفيتامينز المعينه، فانا لازم برضو اعوضها ب يعني زي ما بتقال مكمل غذائي، هو مش دواء هو مكمل غذائي مرخص برضو من هيئه سلامه الاغذيه، ودي نقطه برضو مهمه جدا جدا. في تقريبا ينهوند كل العناصر والفيتامينز اللي جسمك محتاجه في يومه، ومن اهمهم انا بشوف طبعا اللي ليه علاقه وطيده جدا بمعدل الحرق والخسيه والشكوى العامه، يا دكتور انا بطلت اخس انا ماشيه بمشي دلوقتي على دايت قاسي جدا، كنت زمان بمشي على دايت اخف بكتير وما بخسش. عايزه اقول لكم الاجابه الواضحه، نقص فيتامين د يا جماعه، نقص فيتامين د هو دي للاسف عند يعني ثلاث ارباع المصريين ده اللي هو مش الحديد، فيتامين دي اللي هو فيتامين دي اللي هو الحديد لا 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 اما لا. الحديد ده اللي هو هي لا فيتامين دي الهيموجلوبين فيتامين الحديد بتغذيه في صوره حديد ده بناخده كفيتامين لوحده او موجود عندنا برضو في قلب مالتي فيت من الحاجات الكويسه جدا جدا. الناس انت قصدك بقى الناس اللي عندها انيميا نقص في الحديد بزا. انيميا برضو بيعانوا من نقص معدل الحرق، بس خلي بالك نسبه اللي عندهم انيميا ملهاش علاقه خالص بنسبه اللي عندهم فيتامين د، يعني احنا تقريبا ممكن يكون كلنا عندنا نقص فيتامين د اللي هو الشمس تعرض للشمس بالظبط كده، لانه للاسف يا نهاوند مش بيتاخد من مصادر الاكل واحنا تعرضنا للشمس بسيط مش الكبير، رغم ان احنا ما شاء الله بلد عندنا الشمس مشرقه طول الوقت، بس للاسف عندنا النقص ده فده لازم نعوضه بمكمل غذائي لابد لازم منه. لازم يا نهاوند وناخده من غير ما نقلق، لان طبعا فيتامين د مش من الحاجات اللي تتاخد طول الوقت طول العمر لازم يعني يبقى عندنا ناقص، فاحنا اكيد عندنا ناقص ناخده ونصلح الدنيا وبعد 3 شهور نطمن بقى الليفل بتاعه ايه. طب هو البرسنتج اللي المفروض في جسمنا تبقى جسمنا محتاجه من فيتامين دي تحديدا او دال يعني بصي احنا محتاجين انا هقول حاجه بسيطه جدا احنا اللي احنا محتاجينه في فيتامين دال ان احنا لو خدنا قلب مالتي فيت قرص واحد يوميا مد جسمنا بالاحتياج اللي احنا عايزينه مش محتاجين ناخد اكتر من واحد بس يا نهاوند ده مع الثلاثه ساشيتس من بيستا كويس. يعني احنا بيستا هناخد من 2 ل3 يوميا قبل الوجبه بنص ساعه ده كافي جدا، هيعمل شعور الامتلاء كميه الوجبه هتقل عدد وجباتنا نفسه هيقل، وهتاخدي قرص واحد من قلب مالتي فيت مع البيستا هيديكي احتياجك من فيتامين د اللي انت عايزاه
كالسيوم مغنيسيوم وكل العناصر التانية. في كان حد من السادة المشاهدين كان بعت قبل كده وعايزة أفهم أنا دي لأن أنا قريتها بنفسي يعني أنا قريت الكومنت ده بنفسي كان بيتكلم عن إن المزاج العام بتاعه اتحسن بعد ما أخد ألب مالتي فيت وهو أصلا كده كده كان بيستعمل بست قبلها فبتقول لك أنا خدت معاه ألب مالتي فيت أنا حاسس إن المود بتاعي اتحسن فأنا ما فهمتش إزاي ده نتيجة يعني. حاجتين لا ده بقى ده برضو رد علمي بيور ما فيهوش أي حاجة نقص فيتامين برضو دي أو فيتامين دال وحاجات تانية على فكرة كتير منهم الزنك من الحاجات اللي الناس كتير غافلة عنه نقص فيتامين دال ده من هوان من أكتر حاجات بتعمل ديبريشن وباد مود تخيلي بقى يعني دال ده أساسي بقى في كل بس حاجة بس كده عارف الشكوى برضو اللي هتسمعيها كتير جدا ممكن تكون إحنا شخصيا بنعاني منها أنا عندي حالة من التعب أنا دايما مش قادرة الإرهاق الدائم أيوه الإرهاق الدائم أنا دايما تعبانة شاربة قهوة ونايمة كويس وكل حاجة بس أنا دايما تعبانة عندي حالة فاتيج دي برضو للأسف في نقص فيتامينز عشان كده إحنا عملنا يعني كورس متكامل من ألب مالتي فيت مع البيستا لأن عارفين إن قد إيه في مشاكل كتير جدا بالناس بتشتكي منها ومش عارفه دي نتيجه ايه فالتكمله دي كلها او اللي احنا كملنا السولوشن او الحل على بعضه بلس بقى حاجه مهمه جدا عايزه اقولها ان لما بتخسي بتفقدي وزن وصحتك بتكون احسن وجسمك خفيف مودك اوتوماتيك بيكون رائع يعني خلينا دايما يعني نتفق مع بعض نفسيا الموضوع فدي بقى حاجه الجزء الشق الثاني لو بعيدا عن الفيتامين طيب ممكن حد برضو يبقى من السادة المشاهدين بيتابعنا يقول لك طيب انا لو خسيت لغايه الوزن اللي انا عايزاه حلو اوكي انا مثلا عايزه اخس 12 كيلو فاخدته شهرين وخسيت 12 كيلو لو بطلته فور اوايل او لفتره هل هرجع ازيد تاني ولا القصه معايا مش كده هنتفق مع بعض على حاجه دلوقتي هي كل حاجه اسلوب حياه يعني انا لو اسلوب حياتي شكل اكلي اتنظم يعني انا بيستا قللت حجم وجباتي بالزبط. انا اتعودت ان انا باكل اقل اتعودت ان انا عندي اوبشنز ثانيه صحيه لو انا كملت في ده اسلوب حياه ولما يجي لي اوقات بس عايزه اقول برده نقطه مهمه لما بتثبتي وزنك من 6 شهور لسنه الزيادات بعد كده الطفيفه اللي بتحصل في جسمك السنويه نتيجه مصيف نتيجه اي حاجه بتبقى من 2 ل 4 كيلو وتش سهله يعني انت دلوقتي خلاص انا وصلت للتارجت بتاعي 60 كيلو ازيد اخري 62 64 وانزلهم تاني عينيا على الميزان دايما ده حاجه سهله مش صعبه لكن ازيد زي ناس كتير 25 كيلو وارجع فوق اقول ايه ده انا تخنت قوي انا عايز ارجع اخس تاني ده اللي مش منطقي فبيستا ميستو زي ما قلت ان هو بيعمل لك اسلوب حياه بينظم لك الهضم الامتصاص فانت بتتعودي لفتره طويله شهرين ثلاثه ان انا كميه اصلا اكلي قلت اسلوب حياتي بقى بشكل معين ثبتي انا رايي الشخصي ان انت تثبتي 6 شهور خدي كيس واحد قبل الوجبه الرئيسيه بحيث تفضلي 6 شهور كميه اكلك قليله قوي قوي بعد كده خلاص انت في السيف سايد كويس جدا ومن مميزات برضو بيستا اللي انا اعرفها وتصلحي لي دكتور ريهام ان هو ما بيمنعش امتصاص الدهون بالعكس يعني في ادويه تانية بتمنع امتصاص الدهون فبالتالي انت جسمك محتاج اصلا دهون فده بيتعبك لكن بيستا ما بيمنعش امتصاص بالزبط. الدهون ابدا وده اللي انا قلته لو احنا في اول كلامنا قلت هو بيقلل امتصاص النشويات لكن هو ما بيقللش امتصاص الدهون خالص وبيعلي افراز الانسولين او بيحفزه وبيطلع بيحفز ان الخلايا تطلع الدهون اللي جواها هي شخصيا عشان تحرقها كمصدر للطاقه كويس جدا يعني اعتقد شرح اكثر من رائع النهارده بجد انا استفدت واعتقد الساده المشاهدين كمان استفادوا جدا وفي نفس الوقت قبل ما اختم احنا ممكن ناخد بيستا لوحده او الب مالتي فيت لوحده او الاثنين مع بعض حسب احتياجنا ولكن يفضل الاثنين يكونوا مع بعض عشان هم مكملين لبعض انا بنصح جدا كده بس الاثنين طبعا متاحين في من خلال الارقام او الصيدليات كل منتج لوحده دكتور ريهام نورتينا والله بجد كل سنه وانت طيبه شوفك قريب ان شاء الله وكل شاء الله. سنه واحنا جميعا يا رب بخير خلاص ايام قليله جدا على العيد نشوف حضراتكم النهارده كده الحلقه خلصت نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده انا وكريم و10 الصبح في الاهلي